احنا بنتقابل وبنلتقي مع شخصيات من العمل الاقرب الى المصريين السنه دي، واعتقد على مدار سنوات كتيره، بس السنه دي كان فيه الحقيقه مفاجات كتير، من اهمها ومن اكبرها هو جمع كبير من النجوم. مش قادره اقول مباراه فنيه، لانه هي الحقيقه كانت تحدي كبير لكل النجوم اللي كانوا موجودين، والاختيارات كانت موفقه بشكل كبير، لانه قرب الشخصيات، القرب الزمني للأحداث بيخلي الموضوع صعب جدا، ويخلي الفنان اللي بيجسد الشخصية لازم يبقى مثقف كفاية، مش بيقلد بس لكنه مثقف كفاية انه يقرأ تفاصيل وكواليس الشخصيات. واحد من الفنانين اللي مش بس مثقف في تشخيصه للشخصيات، لكن هو مثقف بشكل عام. يعني أنا شخصيا لما بتابع أي حوار لي بقول الفنان مثقف عنده وجهة نظر، هو الفنان هشام إسماعيل اللي قام بدور شخصية القيادي الإخواني محمد البلتاجي، اللي موهوب في كل حاجة كالعادة. يعني دائما كانت شخصية مفاجأة في طريقة أدائها وتشخيصها، لكن كمان مفاجأة أنه هشام إسماعيل الكوميديان العظيم بيعمل شخصية بهذا الثقل في الأداء. احنا مبسوطين أنك معانا النهاردة، مساء الخير عليك الفنان هشام إسماعيل، أهلا بيك. مساء الخير يا فندم مدام دينا، ازي حضرتك؟ ومتشكر جدا على الكلام العظيم ده، يعني على راسي من فوق والله، كتر خيرك وكتر خير البرنامج كله على الكلام الجميل ده. لا مستحق جدا، وعشان كده عايزه ابدا واسالك من النقطه الاصعب، تحدي انه الشخصيه لسه قريبه من اذهان الناس والاحداث لسه قريبه، اتعاملت معاه ازاي او اتناقشت فيه ازاي حتى مع مخرج العمل بيتر ميمي؟ طيب حمدام حضرتك يعني قلت الكلام العظيم الجميل ده، بيكون على مستوى الحدث واقول لك كلام يا رب يكون كويس وكبير. يعني انا من المتاثرين جدا بالنجوم العالميين، ويمكن ده لسه ما ظهرش في شغلي بشكل كافي، يعني بيظهر بشكل قليل شويه لما بيبقى في كاركتر صعب او في شخصيه حتى لو كوميديه فيها تفاصيل او فيها ابعاد. يؤسفني اقول لك ان معظم الحاجات اللي بتعرض عليا طوال 12 سنه احتراف، يعني منذ بدايه العمل في فيلم طير انت مع استاذ احمد مكي واستاذ احمد الجندي، ما يعرض عليا بيعملني ككوميديان خفيف، تعال اقول افيهين لطاف وكده، وانت يعني دمك خفيف مش بطال يعني يجي منك وكده، فهتقول افيهين لطاف والدنيا تعدي. بينما انا بابرع لما بتديني دور فيه تفاصيل وفيه عقد، يعني ابعاد اخرى غير اللي الواحد شايفها من الورق. فده كان ربنا يعني بيرزقه لي في اعمال كتير، زي مثلا الكبير، الشخصيه ليها ابعاد، هي تبدو فزاع لطيف وغفير وكده ولكنه مش كده، هو راجل له ابعاد وله فلسفته الخاصه وله ذكائه وله قدرته على التعامل مع الكبير، غير مرات الكبير، غير اشرف، غير يعني له فلسفه في التعامل ده من الورق. فانا اشتغلت على فكره ان في شخصيه حقيقيه، وبتاثر جدا بالنجوم العالميين، يعني بشوفهم دايما عاده يعني بنسبه 99% لما حد بيعمل شخصيه حقيقيه بياخد اوسكار. يعني حتى ويل سميث السنه دي نفس القصه لما عمل ابو سيرينا وفينوس يروح بريم. ايه ما سوري، عايزه افهم الحته دي. بقول لك عاده النجوم العالميين لما بيعملوا شخصيه حقيقيه في فيلم يعني بياخدوا الاوسكار. ميريل ستريب عملت ده لما عملت مارجريت تاتشر ذا ايرون ليدي. اول مره اخد بالي ان الرابطه دي، ايه السر؟ طيب السر ان انت بره بيدرسوا روح الشخصيه بشكل فظيع، فمن هنا بتيجي الاجاده، ما بيبقاش شكله الممثل قوي، يعني بيبقاش الممثل شبه الكاركتر الحقيقي قوي، لكن بيستدعي روحه، بيذاكر روحه وتفاصيل شخصيته من جوه، فهنا بتيجي البراعه والتقييم، ايه ده انت طلعت هو بالظبط. فهنا بقى التقييم ان انت تستحق تكون افضل ممثل في هذا الفيلم مثلا. فالسنه دي الحمد لله كان عندي تحدي رهيب طبعا، لان المسلسل ما شاء الله يعني متخم بالنجوم الكبار. مسلسل الاختيار وهو تحت الميكروسكوب جدا من جميع المصريين، فبقيت يعني في حزب يعني اللي هو في ازمه، ماذا سافعل وسط كل هؤلاء النجوم يعني. فكان عليا ان انا اذاكر الشخصيه كويس جدا، تفاصيلها النفسيه، يعني هو بيفكر ليه، هو ليه وشه مبتعد هنا، هو ليه بيبتسم هذه الابتسامه الجافه، هو ليه بيحاول يكون منفعل جدا وعنده البادي لانجوج او التفاصيل المشاوره والايدين والحاجات دي زياده جدا، حسب بقى موقفه هو في السلطه وهو خارج السلطه وكده. عملت ده وذاكرته وتوكلت على الله، بالاضافه لان انا عندي حظ كويس يعني في الدور، ان الشخصيه نفسها ليها فيديوهات كتير، قد يكون بعض الشخصيات الاخرى في المسلسل ما لهمش داتا او ريفرنس يرجعوا له، فاهماني حضرتك؟ مجرد صور او اخبار عنهم، لكن فعلا يسعدني يعني من حظي برضو ان الراجل كان شبه متحدث اعلامي، يعني بيطلع كتير جدا للجماعه وبيتكلم عنهم وعلى لسانهم وحاجات كده، وهو يعني كثير الكلام كمان بالزبط. عنده فيديوهات وعنده اراء وعنده فذاكرت ده، ليه هنا بيقول كده، امتى ينفعل امتى يعمل،
وكثفته برضو على قد الدور. الدور يعني مش بيطلع طول الوقت في المسلسل، مش عايز ادي نفسي اكبر من حجمي، بس يعني لا هو ما هو ده بحقيقي مش بجامل برضو، هي دي الاتقان، انه الدور متهيألي كل الادوار في المسلسل ما هيش مساحات كبيره، لكن الاتقان اللي يخليك تقول الله برافو، مش صحيح. نخلينا نحس انه احنا بنقلد فلان يعني. صحيح، في اساتذه في المسلسل رائعين بشكل مرعب يعني، بشكل يخوفك، اللي هو معقوله ده نفس الصوت، ده نفس الشكل، ده نفس المشي. ففي اساتذه عاملين اداء رائع رائع، لدرجه ان انا بقيت بقى يعني ايه مرعوب، هروح فين وسط الزحمه دي؟ بس الحمد لله رب العالمين، ربنا كان رايد لي، لان انا دايما عندي اصرار على الاختلاف، يعني دايما عندي رغبه في الاختلاف، لما اطلع كوميدي جنبه نفسي يبقى حاجه ثانيه تراجيدي. ربنا رزقني السنه دي بحاجتين كمان جنب الاختيار، اللي هو الكبير واحلام سعيده، فالناس فهمت التنوع. يمكن لو كنت طلعت بس شخصيه محمد البلتاجي لوحدها ما كانوش حسوا، لكن شافوا ايه ده، ايه ده اللي بيعمل فزاع، هو اللي عامل ده، هو اللي عامل الثالث ده، الراجل الطيب اللي مش عارف ازاي في احلام سعيده. فاللعبه ظهرت، اتكشفت ان انا عندي ده وده، وكل يعني دايما في كل الحوارات بقالي سنين يعني بيجي لي حاله من الغضب المكتوم، بس بحولها لدعابه يعني. اللي هو انا مش بمثل كوميدي بس، او مش بمثل فزاع بس، انا ممثل كل الادوار. فالحمد لله انا عشان كده قصدت يعني اقول الصبر جميل، يعني الصبر جميل. انا عشان كده قصدت اقول انه فنان مثقف، لانه بعض يعني اللي بيفهم اختياراتك وطريقه ادائك في الاعمال المختلفه يقدر يقول خلفيه الدراسه والمذاكره والشغل. اخيرا عايز اسالك على المكياج بقى بتاع العمل كله، وتحديدا الشخصيه اللي انت كنت بتمثلها، الاخواني، شخصيه الاخواني محمد البلتاجي، احكي لي عن التفاصيل دي بتترسم ازاي. هي فعلا انت برضو قلت احنا مش نفس الشبه، يعني الشكل حتى ويمكن البنيه الجسمانيه لا مش بالظبط، فظبطت قوي كده ازاي في المكياج؟ هقول لحضرتك، هو زي ما انا دايما بقولها يعني لاصدقائي المقربين، لما مثلا كنت مره بحضر شخصيه الزعيم جمال عبد الناصر في مسلسل الجماعه الجزء الثاني، وعملت الميك اب بقت تيبيكال منه، والصوره موجوده تيبيكال، هو يعني تقولي ده جمال عبد الناصر، فيقول لي ازاي ده انت شبهه بالظبط، اقول لهم لا هو مش موضوع شبهه، هو موضوع مكياج داخلي، يعني الميك اب او المكياج بيشتغل من بره بيقرب اقصى حاجه ممكنه. هو الراجل مثلا الشخصيه حواجبها تقيله فيتقل حواجبي، مثلا ممكن انفه اطول سنه فيعمل لي تفاصيل في المناخير تخليها حاده شويه، لكن يظل المكياج الداخلي احساسك ان انت لازم لما تبصي في المرايه لازم تقنعي نفسك من جوه ان انت نفس الشخص. ممكن اكون انا مليان اكتر او انا مليت اكتر عن الكاركتر، لكن مش هديك الانطباع ده وانا شغال، لازم احسسك ان انا حركتي اخف وايدي بتتحرك اسرع وانفعالاتي مش عارف ازاي. الفكره انك لازم تبص في المرايه تقنع نفسك ان انت الشخص ده، وروحك هي اللي بتبص من عينيك. لما تبص في المرايه ساعات تقول ايه انا حاسس ان انا مش انا، ساعات كبني ادم كمواطن انسان يعني يبص يقول ايه ده انا حاسس ان انا مش انا، انا تعبان، انا مرهق. بص يبص في المرايه يلاقي نفسه مش هو، رغم ان هو نفس البني ادم، بس انا لازم ابص من عينيا انا اشوف الراجل نفسه، تشوف المراية. الشخص فانا عملت ده، اما ابص في المرايه الاقي محمد البلتاجي، يعني بحيث ما لما اللي يتفرج عليا لازم يحس ان ده عمل دوكيومنتري وثائقي، اللي بيتكلم مش مسلسل درامي، لا شوفني تقول ده حاجه حقيقيه، وده اللي احنا شفناه، هنفقد مصداقيتنا لو ما كنتش حقيقي لاقصى مدى يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا الفنان الجميل المتميز والمتنوع جدا أستاذ هشام إسماعيل، اللي بيمثل واحدة من الشخصيات الكتير المميزة في عمل، يعني هي التحدي في الشطارة في أن كل الناس تبقى بنفس المستوى أو بتبقى بتتبارى في مستوى عالي جدا في منطقة تانية من إجادة الأداء. الفنان هشام اسماعيل قال حاجه مهمه جدا اسمها المكياج الداخلي، والمكياج الداخلي ده بالمناسبه دايما مش بس للممثل بيتعلمه، لكن لاي شخص في الحياه العامه، فهي فرصه لذيذه ان احنا نتكلم عن ده، انه لو عايز الناس تصدقك لازم من جواك تبقى صادق، ولو عايز الناس تتفاعل معاك لازم من جواك تبقى متعاطف معاهم بجد. وفكره التفاصيل الداخليه للبني ادمين وازاي بتبان على وشوشهم دي كنز، يعني ان شاء الله يبقى في وقت نقدر نتكلم عن ده. لكن انا مبسوطه ان احنا بنسمع ده من فنانيننا وبنسمع ده من نجومنا، لانه الموضوع فيه حقيقي شغل وفيه تقدير حقيقي للادوار اللي بتتعمل وللشغل اللي بيتعمل باجاده، عشان بعد كده احنا بدانا الحلقه قلنا الذائقه الفنيه، عشان بعد كده لما نشوف حاجه وحشه نعرف نميز انها وحشه، ولما نشوف حاجة مبتذلة نعرف نخاصمها نبعد عنها، ما نبقاش تاني كمجتمع بنطلب الوصاية الفنية على أي حاجة، بس بنبقى قادرين إحنا نختار وندوق ونفهم الصادقين من المزيفين في كل الحالات.